للمزيد إذن بشأن آخر تطورات الأوضاع في غزة، مع استمرار الجرائم الصهيونية ضد المدنيين ووسط حالة للتخبط التي تعيشها حكومة نتنياهو، معنا عبر سكايب من أمستردام الكاتب والباحث السياسي ماهر حجازي. مرحبا بكم أستاذ ماهر. إذن بعد مرور 256 يوما من العدوان المستمر والمتواصل على غزة بمناطقها كافة، تزداد هذه الجرائم، لا تزال الجرائم الصهيونية مستمرة ضد المدنيين، لكن اللافت أنه نرى كلما زاد التأزم الداخلي والعسكري لكيان الاحتلال زادت معه أيضا وحشية الغارات ضد المدنيين الفلسطينيين. ما تفسيركم لهذه الظاهرة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذا العدوان وحرب الإبادة المتواصلة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من 8 أشهر، نفسر ذلك أنه هذا الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من الأزمة السياسية الداخلية داخل الكيان الإسرائيلي بين حكومة نتنياهو داخليا ومع المجتمع الإسرائيلي، وأيضا يعني التخبط بين والخلافات والتناقضات بين المنظومة السياسية والمنظومة العسكرية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا ينعكس في الميدان سواء من خلال أن يواصل هذا الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والإجرام بحق شعبنا الفلسطيني، وهو ينفذ الإعدامات الميدانية ويخسف مخيمات النازحين ويقتل الأطفال، واليوم أيضا يشدد من سياسة التجويع والتركيع، وبالتالي هو يمارس سياسة انتقام جماعي وحرب إبادة بحق شعبنا الفلسطيني، يعكس خلافاته الداخلية السياسية والعسكرية والحالة التي المأزوم. يعني حقيقة اليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من الأزمة الداخلية وأزمة خارجية في ظل الرفض الدولي لهذا الاحتلال الإسرائيلي وتعاظم حالة المقاطعة ورفض الاحتلال ورفض العدوان على شعبنا، وبالتالي يواصل إجرامه بحق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، ويواصل هذه الإبادة وهو يستهدف اليوم شعبنا في كل أماكن تواجده، ويستهدف يعني ويشدد اليوم حاليا حقيقة من السلاح، استخدام سلاح التجويع الذي يعتبر جزء من حرب الإبادة على شعبنا. اليوم هناك بعد هذا العدوان وبعد أكثر من 8 أشهر تعود المجاعة إلى مناطق شمال قطاع غزة ومحافظة مدينة غزة والشمال، ويعني هناك تحذيرات من كارثة إنسانية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منعه لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. يعني هو ربما يسيطر على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تقريبا ما يقارب الشهر، وبالتالي يمنع إدخال المساعدات وإخراج المرضى والجرحى، وبالتالي الواقع الإنساني يزداد تدهور حقيقة داخل قطاع غزة. وأيضا يعني هذه الأزمة التي يعيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال أيضا ممارسة الإعدامات الميدانية، واليوم هناك حديث عن إعدامات بحق الكوادر الطبية من المعتقلين من أبناء قطاع غزة لدى هذا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا الاحتلال الذي يعيش هذه الأزمة السياسية الداخلية بعد يعني قام نتنياهو بحل مجلس الحرب وانسحاب غانس وإيزنكوت من مجلس الحرب، وبالتالي اليوم أيضا هذه التحركات في التي تتصاعد داخل الكيان الإسرائيلي من عائلات الأسرى وغيرهم ممن اليوم يجدون أن بنيامين نتنياهو هو خطر على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يطالبون بإنهاء بإسقاط حكومة نتنياهو وبإبرام صفقة التبادل مع الأسرى، وبالتالي هذا الواقع الذي يعيش الاحتلال الإسرائيلي هو يمارس من خلاله القتل والإجرام على شعبنا داخل قطاع غزة. أيضا من أثار هذه الهزائم التي تحدث في الداخل الصهيوني، هناك وثيقة عرضت حتى في داخل الإعلام العبري تؤكد أن مخابرات الاحتلال وحتى الجيش كان على علم بهجمات طوفان الأقصى قبل وقوعها. وفي هذا السياق أيضا، كيف تفسرون يعني تأجيل عمل لجنة التحقيق التي تحقق في أسباب الهزيمة بعملية طوفان الأقصى؟ يعني بالفعل إن صحت هذه التقارير التي تحدثت أن الاستخبارات الإسرائيلية كان لديها علم بما كانت ستقوم به حركة حماس أو ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر، وبالتالي هذا يضاف إلى سلسلة الفشل الأمني والاستخباراتي. يعني كانت هناك تحذيرات، لماذا لم يتم هناك يعني أخذ تدابير وإجراءات أمنية وعسكرية من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ وربما أيضا تفسر هذه النقطة في إطار آخر في باب تبادل الاتهامات، أن الاستخبارات العسكرية تحدثت أنها لديها كان هناك تقارير كما سمعنا في السابق أيضا، ولكن بنيامين نتنياهو لم يأخذ بعين الاعتبار بمثل هذه التصريحات، وبالتالي ربما هي أيضا
في إطار توجيه الاتهام إلى بنيامين نتنياهو أنه المسؤول الأول والمباشر عن الفشل الأمني والسياسي والاستخباراتي والعسكري الذي مني به الاحتلال الإسرائيلي في 7 من أكتوبر. بالتالي هذه ربما أيضا تأتي في إطار هذه الفوضى وهذه التناقضات التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي داخليا داخل من جراء هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. بالتالي ربما هذه يعني الوثائق إن صحت وبالتالي هي تعكس حالة التخبط، وأيضا هي ربما تكون موجهة لبنيامين نتنياهو التي يعني كما تحدثت أن هناك في السابق كان هناك العديد من التصريحات الإعلامية والوثائق التي الصادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية والتي تحدثت أن كانت هناك تحذيرات، لكن بنيامين نتنياهو لم يهتم بهذه التحذيرات. وبالتالي هي أيضا فيما يتعلق بلجان التحقيق، وبالتالي اليوم الجميع متهم، والدرجة الأولى هو بنيامين نتنياهو متهم بما جرى بهذا الفشل الأمني والسياسي والعسكري والاستخباراتي فيما جرى من 7 من أكتوبر. وبالتالي أعتقد اليوم أن هذه هي تضاف إلى الأزمة الداخلية التي يعيش الاحتلال الإسرائيلي سواء السياسية أو سواء مع المواجهة مع عائلات الأسرى والجمهور الداخل الكيان الإسرائيلي الذي يطالب اليوم بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة التبادل وحل الكنيسة ويدعو إلى انتخابات. اليوم نشهد أن هذه الحالة داخل الكيان الإسرائيلي تتصاعد، يعني في البداية كان هناك حراك من عائلات الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، ثم تطورت عندما أدركت عائلات الأسرى أن بنيامين نتنياهو يعطل أي مشروع لصفقة التبادل لصالحه الشخصي، ثم تصاعد هذه التحركات حتى وصلنا اليوم هناك المعارضة الإسرائيلية تدعم هذه التحركات وأيضا يعني تطالب بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة في الكنيسة الإسرائيلي. لكن أستاذ ماهر في المقابل أيضا وحتى من داخل الإعلام العبري إحدى القنوات ذكرت أن حكومة نتنياهو أبلغت المبعوث الأمريكي بأن العمليات العسكرية في رفح قد شارفت على الانتهاء. كيف تفسرون هذه التناقضات داخل الإعلام العبري؟ يعني نفسر هذه التناقضات أنه يعني عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي وحتى الجيش الإسرائيلي يعني أعلن أن ربما خلال أسبوعين يتم انتهاء من عملية رفح، هذا يعكس فشل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وهي تأتي بعد يعني هذا التصريح يأتي بعد مقتل 8 جنود في قبل أمس في عملية لكتائب القسام. وأيضا بالأمس كان هناك تصريح صادر عن الجيش الإسرائيلي عندما أعلن ما سماه الهدنة التكتيكية في قطاع غزة أو تحديدا في السماح بإدخال المساعدات، ثم أعلن نتنياهو يعني غضبوا من هذه التصريحات. وبالتالي هذه تأتي في إطار يعني حالة التناقض التي تعيشها اليوم بين المكون السياسي المتمثل برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وبين الجيش الإسرائيلي، الذي اليوم يعني أصبح من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يخالف يعني التوجهات أو رغبات نتنياهو، والجيش الإسرائيلي يدرك أنه يزج في هذه المعركة ليقتل لحساب أن يبقى بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية. وبالتالي يعني يوميا هناك قتلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط حتى يتمكن أو يبقى بنيامين نتنياهو يحافظ على رئاسة الحكومة الإسرائيلية وأن يبقى في المشهد السياسي الإسرائيلي. بالتالي هذه التناقضات حقيقة تعمق الأزمة وتظهر حقيقة عمق الأزمة بين المنظومة السياسية والمنظومة العسكرية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعكس رغبة الجيش. يعني عندما يصرح الجيش أنه هناك هدنة تكتيكية ما أعلنها لساعات، وبالتالي أعتقد هو ربما من الواضح أن هذا الجيش الإسرائيلي الذي تكبد خسائر كبيرة في العتاد وفي الأرواح في الحرب البرية داخل قطاع غزة، هو من الواضح يريد أن يوصل إلى صفقة تبادل الأسرى تفضي إلى وقف هذا إطلاق النار. وأيضا التصريحات الصادرة يعني عن المتحدث باسم جيش الاحتلال عندما قال أنهم لا يستطيعون تحرير كل الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة من خلال العمليات العسكرية، وبالتالي واضح أن الأزمة والفجوة بين الشق السياسي والجيش الاحتلال الإسرائيلي أخذ في التصاعد، وهذا يسجل لصالح المقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن يعني أن تفشل وأن تكسر أو أن تجبر بنيامين نتنياهو على إنهاء مجلس الحرب الذي تأسس يعني بالدرجة الأولى لإنهاء المقاومة، لكن هو الذي يعني مجلس الحرب هو الذي انتهى وبقيت المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. أيضا اتخاذ هذا القرار لقطع الطريق كما تعلم على التيار المتطرف لحكومة نتنياهو. الآن إذا حل مجلس الحرب وأيضا تعطيل لجنة التحقيق وكذلك التظاهرات المطالبة بإيقاف الحرب، كل هذه الضغوط هل تعتقد أن حكومة نتنياهو في المستقبل القريب هي على شفا السقوط، أم أن لدى نتنياهو بعض الأوراق التي تضمن بقائه؟ لا
أعتقد أنه بكل تأكيد كل هذه التحركات تزيد من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، وأيضا هذه الحكومة اليوم هي حكومة يمينية بحتة، وبالتالي هي أيضا تعاني ضغوط دولية. يعني هنا هذه الحكومة مرفوضة، حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة مرفوضة من مختلف الحكومات الدولية والغربية، وترفض التعامل معها، وحتى أيضا تشكل إحراج للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذا الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الضغوط لا شك هي تشكل عبء على بنيامين نتنياهو، وهي أيضا لصالح المقاومة الفلسطينية في إطار ما يجري الحديث عن صفقة أو التباحث أو التفاوض فيما يتعلق بصفقة لتبادل الأسرى. وبالتالي أعتقد يعني استمرار هذه الحركات داخل الكيان الإسرائيلي وتصاعد هذه التحركات التي كانت كما تحدثت تطالب بصفقة تبادل، ثم أصبحت اليوم تطالب بإسقاط نتنياهو وتدعو إلى انتخابات مبكرة للكنيس الإسرائيلي، وأيضا تطالب بإبرام صفقة التبادل، واليوم نعم تنضم صحيح. بالمعارضة. يعني اليوم نتحدث نشاهد هذه المظاهرات داخل الكيان الإسرائيلي، هناك اليوم وجوه لرموز المعارضة الإسرائيلية تشارك في هذه التظاهرات، نعم وبدأنا نلمس شيء من الدعم السياسي لمثل هذه التحركات، ولا شك أنها تشكل ضغطا حقيقيا على بنيامين نتنياهو وعلى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف. من أمستردام إذن ماهر حجازي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.